فيها مليون بطانية فندم، وفيها 2000 طن دواجن، وفيها مليون كرتونة مواد غذائية، وفيها معامل، وفيها 1500 جهاز غسيل كلوي، وفيها 500 حضانة للأطفال، وفيها 1000 كرسي للمعاقين، وطبعا فيها معامل لكليات الطب، وفي 1000000 بطانية، و500,000 قطعة ملابس تحتوي على 473 تريلا وتلاجة، ودي أكبر قافلة إنسانية اللي موجودة في العالم في موسوعة جينس 416، وهم الناس بتصور ودونا 3 شهادات في القافلة الإنسانية دي فن. ودي بعض المحتويات اللي هي موجودة، هتم توزيعها على 27 محافظة النهاردة. الكرتونة دي محتوياتها، ودي الفراخ، وطبعا والباقي ان شاء الله ستك هتشوف ان شاء الله.
فيها اسم مصر. جاوبت بحسن نية الجملة هي تحيا مصر. قالوا لي ارسم علمها، سرحت وتخيلت قصر عليه حراس كتيرة في وسطهم خط ونسر. تحيا مصر تحيا وعيونها تملي صحيا وعيونها بكل ناحية وفي مليون اتجاه. تحيا مصر حرة تحيا ألف مرة تحيا مهما يجرى لنهاية الحياة. عروسة لابسة طرحة جاية لينا من بعيد وحاسبة كل خطوة عارفة هي رايحة فين. بتبتسم بفرحة للقريب وللبعيد وبتشاور لبكرة ادخلوها آمنين. تحيا مصر تحيا وعيونها تملي صحية وعيونها